دكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري. أولا احنا بنرحب بحضرتك، وعايزين نعرف من حضرتك تجهيزات الأولمبياد الخاص المصري في خوض الألعاب الشتوية القادمة إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني خطوة عزيزة لحضراتكم، وما اقدرش اقول غير ان طبعا يعني بنشكر طبعا مؤسسة اخبار اليوم، وتحديدا بوابة اخبار اليوم، على جهودها وعلى تواصلها الدائم معانا، وعلى كمان انتمائها الشديد لمؤسسة الاولمبياد الخاص المصري، وتكريم المؤسسة وتكريم ابطال المؤسسة. رقم اتنين، خليني طبعا أبدأ كلامي مع حضرتك ان احنا خلال الفترة اللي فاتت عشان ننال شرف ان احنا نلعب او نخوض السباق بتاع الألعاب العالمية الشتوية القادمة في شهر يناير 2022 القادم بإذن الله. خليني اقول لحضرتك ده سبق ومجموعة من الاعدادات والتجهيزات اللي كانت في عام 2019 أي ما قبل جائحة كورونا، من خلال تنظيم الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمسابقة كاس إقليمي في رياضة الفلور بول، ودي كانت أول مرة يتم فيها إقامة هذا الحدث بمشاركة عديد من الدول، والحمد لله رب العالمين اللي أسفرت أن مصر تتأهل بفريقين في مسابقات الفلور بول، فريق من اللاعبين وفريق من اللاعبين والشركاء، أي فريق بالمصطلح الآخر من ذوي الإعاقة ومن دون الإعاقة. إن شاء الله رب العالمين دول مؤهلين للمشاركة في المسابقات بتاعة الألعاب العالمية الشتوية القادمة اللي هتبقى في كازان 2022. الرياضة التانية اللي احنا بنشترك فيها اللي هي الفيجر سكيتينج. الفيجر سكيتينج ده أول مرة البرنامج الأولمبياد الخاص المصري يشترك فيها، الحمد لله رب العالمين. بقالنا فترة طبعا حضرتك عارف اللي حصل أثناء عام 2020، أخذنا كورس فيها للمدربين، ابتدينا ان احنا ندعم المدربين بتوعنا، ابتدينا ان احنا نعرف الأولاد المشاركين في اللي بيمارسوا اصلا داخل جمهوريه مصر العربيه المسابقات او المسابقات اللي موجوده في الرياضه بتاعه الفيجر سكيتنج. ازاي حضرتك قدرت تتغلب على جائحه كورونا في استعداد اللاعبين بشكل الكتروني جديد يعني؟ والله هو طبعا يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. خليني اقول لحضرتك النهارده ان احنا كفريق عمل موجود في الاولمبياد الخاص المصري، الحمد لله رب العالمين، فريق عمل متعاون، فريق عمل بقالنا فترة طويلة بنعمل في هذا القطاع. خليني أقول لحضرتك إن إحنا عندنا قطاع للرياضة والتدريب، قطاع للألعاب والمسابقات، قطاع للمبادرات، كل قطاع منهم كان ليه خطة طموحة وخطة طموحة وقطاع. خليني أقول لحضرتك إن دي مجموعة عمل، هي ليس فرد، هي دي مجموعة عمل بتشترك مع بعضها. أول حاجة ابتدينا نعملها في أول جائحة كورونا، ابتدينا زينا زي كل العالم، ابتدينا ناخد التشوك الأولانية، يعني ايه مفيش مسابقات، يعني ايه مفيش دورات تدريبية حضورية، يعني ايه مفيش تدريب للأولاد في الملعب. كل الأسئلة دي قعدنا فترة شهر او شهر ونص بندرس كل إدارة وكل قطاع لوحده، الى ان توصلنا ان احنا كل إدارة وكل برنامج بتعمل خطة طموحة ان هي تحول كل الشغل بتاعها اللي كان بيتم اونلاين، اللي كان بيتم على ارض الواقع، الى ان هو يتم فيرتشوال او من خلال الاونلاين. الدورات التدريبية بتاعة المدربين، اللقاءات مع المدربين، ابتدينا بعد كده نعرف المدربين بنظام الجي ام اس اللي هو كيفية احتساب النتائج داخل الأولمبياد الخاص، وده نظام معترف به دوليا. ابتدينا بعد كده ننتقل إلى ان احنا عملنا مسابقة في الجمباز الأرضي أونلاين، وابتدينا كمان ان احنا عملنا مسابقة في الجودو أونلاين. كل مسابقة كانت بتسبقها دورة تدريبية عشان نبدأ نشغل المدربين ونبدأ نعمل مع المدربين البيز أو القاعدة الأساسية اللي هم هينطلقوا من خلالها، بالإضافة إلى الاجتماع التحضيري اللي كان بيتم قبل إقامة المسابقة الأونلاين. ابتدينا نشتغل بعد كده على النطاق التاني، نشتغل على
المبادرات، ابتدينا نعمل مؤتمرات للاعبين، مؤتمرات توعية صحية نعملها للاعبين، نعملها للأسر. بالنسبة للتوعية الصحية، البرامج الصحية اللي بتهتم بيها الأولمبياد الخاص بالنسبة للأطفال من أصحاب ذوي الهمم، هل بيتم في متابعة دورية على الحالة الصحية؟ نقلنا الموضوع للمتخصصين بتوعه الأطباء، بمعنى ان احنا النهاردة عشان نجيب حد يتكلم على التغذية الصحيحة خلال فترة الجائحة بتاعت كورونا، رحنا للمتخصص فهمناه طبيعة ولادنا، قلنا له على طبيعة ولادنا، ابتدى هو يحضر لنا الاوتلاين او الحدود او المواضيع اللي هيبدأ يتكلم فيها، اللي طبعا الحمد لله رب العالمين كانت بتلاقي اهتمام والسادة اولياء الامور بشكل كبير جدا جدا جدا. ومن الناحية التانية المدرب بيستزيد وبيعمل فيها يعني تنشيط للمعلومات بتاعته، وكمان اكيد كلنا بنتعلم مهما طال بينا الزمن. ده جزء من الجزئيات اللي احنا تناولناها. ابتدينا نعمل كمان برامج توعية مش بس من ناحية التغذية، ابتدينا ناخد ناحية التغذية، اهتمينا بالناحية الممارسة الرياضية داخل المنزل، ابتدينا كمان نهتم اكتر واكتر بالاطفال باللاعبين صغار السن اللي هي المرحلة السنية من 2 لـ7، ابتدينا نسجل فيديوز ونبعتها لهم اونلاين عشان يقلدوها. ابتدينا بعد كده النهاردة طورنا الامر، بقينا نعمل تدريب اونلاين ليهم حي اونلاين، المدرب موجود اونلاين واللاعبين موجودين معاه اونلاين، بيتم الكشف عليهم بصفه دوريه ولا الكشف بيتم. خليني اقول لحضرتك، في الاول خالص كنا بنشتغل على ان احنا بنديهم التوعيه، بنديهم خلي بالكم من وابعدوا عن. الفتره الاخيره دي كمان ارشادات بالظبط. الفتره الاخيره دي بالتعاون ما بين اداره البرامج الصحيه واحنا عندنا كنا هو يسبق الجزء بتاع الهلال الاحمر سيادتك اتفضلت بيه دوت، كان في تعاون ما بين ادارتين عندنا هنا، الاداره بتاعه البرامج الصحيه والاداره بتاعه العلاقات العامه والاعلام. احنا متعودين ان كل لقاء بنعمله اونلاين بنبعت لينك للتقييم للساده الحضور، فابتدت لجنه العلاقات العامه والاعلام بترصد مجموعه من الاسئله والاستفسارات، ابتدت تبعتها تاني للجنة بتاعت او المسؤول بتاع البرنامج الطبي. احنا عندنا 1، 2، 3، 4 الناس بتسأل عليه. طورنا الموضوع، بقينا بنعمل دلوقتي حاجة اسمها عيادة اونلاين، عملناها الشهر اللي فات، كانت في تخصص البطنة. الدكتورة جت قعدت معاها 6 أو 7 حالات بيتكلموا كل واحد فيهم فيما يعنيه، بيتم عنده مشاكل في 1، 2، 3، 4، بيتكلم مع الدكتوره اونلاين والدكتوره بتقول له 1، 2، 3 اونلاين. بس طبعا المواضيع يعني خليني اقول لحضرتك مش بتتم اونلاين وبس، لان ساعات الدكتوره بتطلب مجموعه من التحاليل، مجموعه من كذا ومن كذا، فكل الكلام ده بيتم وبيرجع تاني مراجعه للدكتوره. خليني اقول لحضرتك ان الدكتوره من محافظه اسكندريه، واللي كانت بتتكلم معاهم كلهم كانوا في بعضهم من اسكندريه وبعضهم من محافظه القاهره وما الى ذلك. يعني الحكايه بتاعت الاونلاين زي ما بنقول كان ليها مجموعه من الجوانب الايجابيه، وتخطط حدود المكان والزمان، وابتدت الناس تتفاعل مع بعض. لازم توجد الحل، لان طبيعه التعامل مع الشخص اللي انت، ما هو الفكره فين؟ الفكره ان انت حضرتك انت بتعمل في قطاع اهلي وعمل عام، فانت النهارده كمان برنامج خدمي، فلازم تسعى جاهدا ان انت بتعرف الاول المستفيدين من الخدمه بتاعتك عايزين ايه. اول خطوه انت بتعرف منهم هم عايزين ايه ومحتاجين ايه، وبعد كده بتبدا تحط سيستم او بتبدا تحط نظام عشان تحقق لهم المتطلبات بتاعتهم. بناء على كده بتتبني جسور ثقه يعني كبيره قوي 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 بين المؤسسه بتاعه الاولمبياد الخاص وبين مؤسسه المستفيدين منها، سواء كانوا مدربين، سواء كانوا حكام، سواء كانوا متطوعين، سواء كانوا اسر، سواء كانوا لاعبين، اولياء امور وما الى ذلك. فهي دي دراسه السوق، السوق محتاج ايه بتاع اللي انت بتقدم فيه الخدمه بتاعتك. فالحمد لله رب العالمين لما اتطورت العمليه دي بقى في استشارات ثانيه بقى وتخصصات ثانيه. بنسعى جاهدين برضو بالأمانة يعني إن إحنا إن شاء الله رب العالمين نقدم الخدمة دي. ده نقل خليني أقول لحضرتك، نقل الفكر، نقل طريقة التنفيذ، نقل الآلية. استجابة من الطفل أو من ما هو
التفاعل طبعا نتفق مع بعض. في بداية جائحة كورونا، قبل ما قبل جائحة كورونا، كانت الناس بتنزل تمارس حياتها الطبيعية في الشارع، مفيش ما يمنع خالص، بيروح النادي، بيروح تمرينه، بيروح مدرسته، بيمارس حياته الطبيعية. النهاردة الجائحة جت فرضت مجموعة من القيود، مش على حضرتك بس، على الكرة الأرضية، على الكرة الأرضية، منعت سفر، زودت السفر، بقى فتحت مجالات أخرى. فلو النهاردة حضرتك مش هتقدر تواكب التطور اللي موجود دوت، وتقدر ان انت تسعى لتقديم الخدمات بتاعتك للمستفيدين بالشكل المناسب، فانت كده بتحكم على التراك بتاعك بنهاية مؤسفة. فلازم طبعا كنا نواكب التطور اللي موجود دوت. من الاشكال كمان اللي يعني خليني اقول لحضرتك اللي حظت باهتمام كبير قوي قوي قوي، مجال التأهيل المهني للأولاد، اللي هو كل ولد بدأناه أونلاين في الأول خالص، كل ولد من خلال مجموعة من الأوراق ومن خلال مجموعة من الأدوات البسيطة في البيت يقدر يصنع حاجة، يرسم حاجة، يلون حاجة، يبدأ يشتغل على نفسه في حاجة، يبدأ ينمي فكرته في حاجة، يبدأ يشتغل عليها من هنا ومن هنا. فابتدت تطلع أفكار، ابتدينا نكون بقى بعد كده خلاص، طيب اعمله في معرض نعرض فيه المنتجات، طب اعمله قبل المعرض كمان في حد هيخش يصلح لكم الاداء بتاعكم ويخش يعرفكم الطريقه الصح منين. اللي بيها النهارده واحنا قاعدين مع بعض الحمد لله رب العالمين، زمايلنا من المؤسسه موجودين في ارض المعارض، مشاركين في معرض ديارنا اللي من 15 لغايه 25 فبراير اللي موجود في كايرو فيستيفال. خليني اقول لحضرتك، هو لو بدايه التفكير في الامر كله هاند ميد، صنع الابطال، صنع الاولاد، ما هو طاقه، الطاقه موجوده كده كده، طاقة الإنسان بيصحى موجودة في جسمه موجودة. في جائحة كورونا، ما فيش جائحة كورونا، في طاقة وفي وقت.